إذا كم إذا نبغي إنه نوشة جاي عليه سلامة وسلام نص كقرآن كان اللي جف أيدي استي وحلا يرى هذا إسراع الجنازة قفكم مركو دينتو الدون كوكتاجو وإن العاصى وأن لعدنا للسجنين وعير رسولك صلوات الله وسلامه عليه أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونه إليها تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم جنازة ضد شيء وفكم مرة دول انتهرها لقى عاصو هدي النفطة سعد عاصي ساني أي تاي نفونا أكسنة خيرا ضد شينيسان هيا لي قبرق إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم هدي أي شرط هنا وإسرافين إيسان وشر محوها قرتين كدي تينيسان ويجب كسارا وينا دعستد أما أهل خير هذا أما أهل شر هذا نسك قرآنك إلهي وحير سبحانه وتعالى ثم أماته فأقبره إنسانك إلهي ودلي وحنا أمري إن لقبرية يو العاصو جملة الدنب حرف كوه الرأي وحرف العذف كه وفاء فأد وحال إلى لوحة كانت تعقيب هي ترتيب وحكى الدنب إياه حكم كوه وقدم بيان وحكو الرأي جريدة يا أستان كجريدة الرئيسة قفنا لين العاصو لما وقال هذا نوحي كيني سوحة إلى فاء تعقيب هيو إن لا عربن هراء إن لقى عاصو جيري دوب هدي تمادو وين عاصي ماذا مركا نسك القرآن كنا بوت الماما يا ميت كين للددشيو إن عاصي تان كيسة نسك حديث كنا بوت الماما يا وحن سو أرورين أن لهينين ميت كي دتك مسلمين تهاي أو كزمن كاي عاصين إن لا سوقفه والله قد ضبطها قميشي ليري هلا قليو تاس قرآن نمشيقين حديث نمشيقين قفك مؤمن كائد انته وإلهي وفصده سبحانه وتعالى حقوق ده ومسلمين تكولي هاي وحاكم ده إن لعاصف سيدة نصوص تاس وعي تلمام يسو سبب الآن إن لسك صبحي لما وقال إن زمن كان هدا انجوغنه ودن كيني وحيابها كسعودة وادمغ ليسان دادكي مسلمين تاها oo qaar kood qarniyal aasan yihiin ayaa la soo saaraya markaas waxa la leeyahay waliba daliil allah yaaho waxa u daliila la'ana allahul yahuuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiyaahum masajid mumma qashan ida arha ma kum qashan iyo ku doodaya bal hadith kas an wah yardu istaagnu tafsir kis hadith kas waa hadith sahihayna oo sahih ah laakin وحده قاتان نسك الدليشانيس أما قرآن هذا أما حديث هذا استدلال كيسة وحكوين معرفة كيفية الدلالة دالقة إيا مدلولكو إني إصدبق ياني إنك لإنت كلا أكتهي أيا كوين هدي أترى هديد أن شيء كان كر إن أقاله ما بنانا وحان الدليل واه قل هو الله احد قل هو الله احد وآية القرآن وصحيح لكن مش دبوليا يعني. مش دبولي ما يعني مهم وحا اقفك انه يقانه كيفية الدلالة لابد الشيء يسد دليل شني سد وأين اسحنباري كران او اسقاضان كران ان حديث كاس نبي عليه الصلاة والسلام سند كسوى صحيح بخاري مسلم وري لكن معناها لو دليل شني وح لغة أو كلية هي مجرته وحديثك كهلا يا ما يتعلق بعين القبر قبر جا وح كتعلق ويرت وح حديثك كهلا يا مركك بعد أن مرك حديثك الله فصير يو وحأوه أنا حديث تفسير كيسة تفسير حديث بآخر سيدا آيات قرآن ومرك الله فسير أيه تفسير كأولا كسني أيه آيات لغو فسير أيه
حديث كاس لما معنى كلية أيو احتمالا حديث تكلنا أيكو فسرائسا إمام كوين اللي يرادو حافظ ابن سعد كتاب كوين وليه ضبقات اللي يرادو وحسنة صحيحة كورين إياه وعير نبق عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد إلهي يو قبري جيغا هكردقين صنم لعابده مركز كبعد يو نبق وحو الشاقي يهود وحال الله عنا دينا يتهي إن أنبيادو دي قبوره دي أي كردكتين صنم لعابده مركز معناها كوباد وحديث كالغوفة سيرة كراهي وحوهي قبري لفتي سي أو صنم أه أو لو سجود أيو سيقود سي لو سجود أيو ومعناه كوباد وحديث كاس كلا على قاضنا يا محير لبدو جملة مركز يكتد اللهم لا تجعل قبري وثنا جملة ظهرة جملة قدم بيسوها لعن الله اليهود نبي عليه الصلاة والسلام حرف العذف وما استعمالين بلاغة مركز اللي هذا لنعب بلاغة أحكام تعذف كمركز اللي يراه لبدو جملة هذي هل معنى وذليهين حرف العذف لا ما ده حيسيه محير هل معنى وذ فائدين يعني جملة قدم بمفسرة نغانسة أما مكملة نغانيسا وتكميل يتفسير لازم تقول حرف العذف ما يران كرتو فيري مرك حديث كدبو فيري لا تجعل قبري وثنا محون أبو كحجي لعن الله اليهود اتخذوا وحي فسر يسا جملة دم بجملة هورة سببت النبو عليه الصلاة والسلام وقد عيسانها وحي تاي يهود أي قبري النبي يشهد عبد ديوي مرك حديث معناه كوبادو ونهينا يا يوحوي أن إن قبرك لفتي سنم لقد كتول عابده أو قبرك لفتي سي لو سجوده معناها لبعض وحديث كاسي حنبار سنيهي وحديث تكالي أيكو فسران وحوهي إن جعل القبور قبلة مسلمين تو ميل كستو أي جوغان حقيقة بلان مركز صلاة كنيان قفوا الباب محور رادية وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة شطر المسجد الحرام كعبد أي سوق بلان سوماها زمن كي نبي عليه الصلاة والسلام زمن كي كدواء وكهري وزمن الجاهلي قاها ضدت كذا جري جري وحي مركة قبلة كده جريان قبورها ماشا مسلمين تو أي كعبد الراديان وكعبد السجستان ماشا قبر كجري وجيس جريان حكم كاسنا حديث كو أنه ينايا وحالك قاتي حديث ككلاء صحيح المسلم نبي يري عليه الصلاة والسلام أن لا تصلوا وحير لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها قبورها هكذا الفريساننا قبلنا هكذا لغننا ومشت كعبة هرادين لهذين هرادين قبورها إن أجي ستان حقه هذا لماذا أسمعنا حديث كاس وحن بارسانيا وحاكوف السري تفسير كاس أنصار شغني وحديث تاس نؤد لشدي علماء الحديث هذا كتبه هذا لم في رسيد سداسة يكون فسريان معناه كو أن أي ماذا كوبات يكون فسر طيب وحكم ذا حافظ ابن عبد البر كتاب كيس تمهيد ليراه قرية إمام البيضاوي حافظ ابن حجر العسقلاني يا كسو جورينية هي حفات فربضان وكله لما أنتوا وحيسكو هذا راعين حديث كاسي لا بد أسمعنا إنه ليه معنى صدحنا وسشقاق لهين وح معنى صدح هذا حديث كان كوف فسري وزمن كان أين جوجنا واستعمالي وهبي أكو فسرت معنا سدحات محيها معنا هاسي حديث كوحوك هالله يا مسجد لو كردس قبري وقبري دين عوكتشرو أما محوها ودرس لي هاي معنا سدحات وأي كو فسر وهبي كاسوي سببتي قبورها وبربرينا يمحي ليهن معنا هاسا حديثك كوشرا لما الرموت بمركة بالفيرية هرت مع مدك وبعده حوي استدلال بأجنبي نضف شيء ونقضه الله فدك معنا أوسن حمبارين وأن كشرين لود ليشده وحين غني ستحريف تبديل نوال غير هذا وحن صمرنا حديث كي بخاري نبي عليه الصلاة والسلام دركي سمرك الغصو أروره
أمد أيال لقى علينا يا مركز ونبي قولي عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي مركز سيداس يرهدنا محال قولي لا تدري ما بدلوا بعدك وقلنا من محمدو كبعد قاوحي الدين تكبدلين مركز أن لا يهيب يرنبق عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن بدل بعدي هل ديري يوقفك كبعد قاوحي الدين تبدلين حديثك وقولك نبيك عليه الصلاة والسلام معنى صن لهين مركات كفة سرتد محرفاته مبدله وإله الدين كيسة بدليه أرنتك كوباد في رضا له وحوي حديثك معناها ما عم بارسنا هل إمام أو أي مدى إسلام ككم إذا علماء الحديث أو كفة سرين مجرو مثل الله بعدنا وحوي أو تاسكسي عجائب كبضان هدي اللي يراهدو قبر مسجد كدحيا الله لقومة تكنكره إن للدميان وواجب ما قن نص يكهر إماني كو أمد إسلامكو قرنك صحابة وصحابة تابعين تي إسلام جوغين iya qarnigi ku xigay oo taabiicigu kali joogay iyo taabiicu taabiicigi alqurunul mufaddala qurunta la yiraahdo ijmaacoodu wuxuu ku guntamay oo ay isku raaceen in quburta saddexda ah oo ah nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo sayyid Abu Bakar iyo sayyid Umar dariixiyadooda in masjidka nabiga la dhex geliyo ilaa ay haddana way ku jiraan وها عجيبة أن بعد هذا سمر كيدا عيسي وقبورها القدر مسجد كنبي عليه الصلاة والسلام وها النولا وبعد هذا الشهيد كهاي جوجي شن يتبن صحابي وأصحاب النبي كم ذا وأنس بن مالك كجرو وأبو الضفيل كجرو عمر بن واثلة وكجرو ان 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 محمود بن اللبيد الانصاري لما انت التاريخ دو دي وقت قايد انتان حتى وذا قرية شن اي طبان صحابية جوكت وحاك له جوكي تابعين تي وويناء وصحابة سحر تواها ان وحي اهد وقت قي لقود دراي ان قبورها مسجدك خلافة دي وليد بن عبد الملك اهد سند كي هجرد اي اهد سديتا اي سديت اي وحو امري ان مسجد كان نبغ الله واسعيه ما دام مسلمين تي اي فراح كبتين وحو امري نائب كيسي مدينة المدينة المنورة نائب كيسي انو مساجد كافرك تجهب واسعيه أفر تجهو سيدا در تيدا اللوغو صدري جهدي قبورو يكو يالين نائب كاسيو يهي العالم الصالح الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قصة دا سبلو فير صدا علماء الله ان وحا جوغا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يتابعين تي امام كي خليف كي راشد كي هاي ويننك ارنتا هقامين اياه أو توسعة سماينة أو مسجد كدح جلينة يا وحاج جوجا أصحابتي يتابعيجي يمدي ووينيدو دين تسلام كون هاي السنة بنسوق عرسيسي أي عمر كاس جوكت أو دعاء داس كقريب قشاي هل نن أو كسهور جستي مجرين هل نن أو كسهور جستي مو سنجرين صحابة داس يتابعين تاس مركي فعل كاسمينيين وحال لي هذا وإجماع قطعي لا شبهة فيه اسكراع عن خلاف اللهين شكنا عن اللهين وي إلى يومنا هذا وكل حجران أن مركا التراهديد مسجد قبري كل حيا الله صلاة كما أصحضه أرتياد وحشيقي محمد النبي محمد وحو شيغي مس امت كالي وسؤال محمد النبي محمد وحو شيغي سيد امت النبي جيدي
خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثاني خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم سيد عمر حقيقة جيران سو مسجد كده حسكم جيران وحال لا هاي صلاتكم أصحده ومسجد المدينة مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام أرنت أسو أرن هل سوي وحي هل سكوتا إن هذا وحن صار شيء نبي عليه الصلاة والسلام أصحاب تيسي إن مدرسة النبوة كسب حي تابعين تي هي تابع تابعي يجون كل راعي لما أنتوا دينكوا إجماعين هذا ترى هديد إجماع سوى بعض